اللهم يا أحد يا صمد، يا نعم المولى ونعم السند، احفظ كل غالي على قلبي أينما حل وسجد، واحرز ذريته وأهله من الحقد والحسد، وأبعد عنه الشر وما فسد، واملأ أيامه بالسعد، وأدم عليه الخير إلى الأبد. اللهم ارزقنا حلاوة الأخوة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة بصلاح العمل. يا رب يا رب، صباحا تكثر فيه البشارات وتتسع فيه الأرزاق والخيرات وتتحقق فيه الأحلام والأمنيات. اللهم آمين يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم بكل خير.